أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هناك عادة يفعلها بعض الناس أنه إذا أصيب أحدهم بعين أن يأخذ الأثر من العائن من قهوته وشرابه وطعامه. الذي ورد أنه يستغسل العائن، يغسل يغتسل في ماء أو يغسل إزاره أو دواخيل ثيابه ويرش على المصاب، هذا الذي ورد. توسع الناس عاد في هذه الأمور لا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.